صباح الخير. الحمد لله بقينا محترفين دلوقتي. اول حاجه عملتها من اول ما صحيت خدت نفسي جيت اعمل الكارديو بتاعي علي. انا روتين الصبح بصحى من النوم اصلي اقرا اذكاري بعد كده انزل اعمل الكارديو بتاعي علي. بعد كده هطلع اكل ايه الوجبه الاولى بتاعتي. ف مش معنى احنا خدنا الكارت ان دي نهايه، خلي كانت البدايه. حلم حلو، حلم كبير، حلم قرب اكتر واكتر واكتر. ان شاء الله نكمل ونلتزم، ولازم يكون عندك عقليه البطل. كونك اصلا معاك كارت او لا مستناش يجيلك الكارت عشان تلتزم. لازم يكون عندك التزاماتك، يكون عندك روتينك اليومي. لو عايز تبقى في يوم من الايام مستر ولي. خلينا نقول اهم شيء لازم يكون عندك عقليه البطل. اول ما صحيت من النوم عملت نفس الروتين بتاعي تاني، عملت القهوه بتاعتي وعلى الريق ونزلنا نعمل الايه الكارد بتاعنا. لو فعلا عايز تاخد اولمبيا وكان معاك كارت او ما كانش معاك كارت هتتعامل كمحترف. الحمد لله خدنا الكارت ومبقاش غير الحلم الكبير اول اولمبيا ان شاء الله قريب. سلموا لله، الحلم الاول كان بعيد، واحده واحده قرب، قريب قوي هنحققه مع بعض.